للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اللبناني السيد مجاهد شاتي. مرحبا بك أستاذ مجاهد. بداية، كيف بدأ اليوم الانتخابي الطويل في لبنان؟ في البداية تحية لك ولجميع المشاهدين. طبعا يوم طويل في لبنان وصعب كان على جميع الأحزاب اللبنانية التي دخلت، وطبعا على الأحزاب وعلى الناخبين بشكل عام. الناخبون اللبنانيون كانوا يصوتون هذه المرة لأول مرة على قانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النظام النسبي لأول مرة في لبنان ويقسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد فيها ما بين 5 و13. هذا القانون الجديد الذي اعتمد تشكيل لوائح مغلقة، يعني هو أطاح بإمكانية الترشح الفردي لدى الناخبين أو لدى المترشحين، وأجبر الجميع وكل الأحزاب على الدخول أحيانا في لوائح مغلقة لا يجمعها برنامج سياسي مشترك في كثير من الأحيان، بل ربما يجمعها هو الوصول إلى الحاصل الانتخابي والتقليل من الخسائر. لذلك كان اليوم الانتخابي هو يوم عصيب على الناخبين لأنه كان قانونا جديدا، على الأحزاب لأنهم كانوا لأول مرة يكونوا أمام امتحان التمثيل النيابي الحقيقي في البرلمان، لأن هذا القانون كما أسلفت يعتمد على النسبية. هناك حديث عن خروقات في العملية الانتخابية، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الخروقات على نزاهة النتائج المنتظرة؟ الحديث عن الخروقات اللبنانية هو حديث متكرر عقب كل انتخابات، يعني كل لائحة أو كل حزب سياسي يكون لديه اتهامات إلى الطرف المقابل، ولكن يعني لا أظن أن هذه الخروقات من الممكن يعني أن تغير مسار الانتخابات بشكل عام. من الممكن أن تكون لها يعني تأثير قليل أقل من 5%، لا يعني يغير مسارا بأكمله لدى الناخب أو لدى النتائج النهائية. من خلال متابعتكم، كيف بدأت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات اليوم؟ في هذه المؤشرات الأولية يجب يعني أن أوضح شيئا ما بالنسبة يعني للمشاهدين وخاصة المشاهد خارج لبنان، المشاهد العربي. في لبنان القانون هو قانون طائفي مذهبي، يعني أنا الآن سأتكلم بلغة طائفية مذهبية، ليس لأن الموضوع هو يعني هو لأن القانون هكذا والمقاعد مقسمة حسب الطوائف والمذاهب اللبنانية، لذلك سأعتمد هذا الخطاب أو هذه اللغة في هذا الوقت. أنا أقول حسب المؤشرات الأولية وبالنسبة لهذا القانون، الثنائي الشيعي وهو حركة أمل وحزب الله إلى الآن هم يكتسحوا كل المقاعد الشيعية وعددها ما يقارب 27 نائب من أصل 128 نائب، العدد الكلي للنواب في لبنان. اللعب يبقى هنالك يعني الطائفة المسيحية والتي يهيمن عليها حزبين رئيسيين، الأول هو حركة أو التيار الوطني الحر رئيسه جبران باسيل وينتمي له أيضا أو الرئيس الفعلي له هو رئيس الجمهورية ميشيل عون. عندك الحزب الثاني وهو حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، ومن ثم الكتائب وسليمان فرنجية. هذا يعني بالنسبة إذا ما قرنت إلى 2009، التيار الوطني الحر وهنا أقصد جبران باسيل وزير الخارجية ورئيس الجمهورية سيتراجع قليلا في هذه الانتخابات لصالح الحزب الثاني وهو حزب القوات اللبنانية. يعني مسيحيا هنالك منافسة شديدة بين الأحزاب، إلا أنه هنالك خسارة لبعض المقاعد الذي كان يتصدرها التيار الوطني الحر. هناك من يصف الإقبال يقول يعني بأنه إقبال متفاوت بحسب المناطق اللبنانية وطوائفها، بما تفسر حجم المشاركة وتفاوتها بحسب المناطق؟ هذا المفروض بهي النقطة، بس في نقطة مهمة، وأنا بقول لك في الشارع أو في المقاعد السنية كانت هنا أم المعارك إذا صح التعبير،
كنا نحن في البداية بتمثيل واحد وزعيم واحد هو التيار المستقبل برئاسة سعد الحريري. الآن هنالك تعدد الزعامات، ويعني ممكن تيار المستقبل تراجع قليلا لصالح نجيب ميقاتي وأشرف سيسي. القليلة التي يعني ميزت هذه الانتخابات، هنالك بصراحة عدة أسباب. السبب الأول هو أن الشعب اللبناني هو شعب يعني إذا صح التعبير بعد 9 سنوات من آخر انتخابات نيابية، يعني الرسالة وصلت للسياسيين أن الشعب اللبناني عزف عن الترشيح. نحن نتحدث عن أقل من 50%، إلى قبل ساعتين من إغلاق الصناديق كانت النسب تتحدث عن 30%. يعني كان هنالك الأغلبية الصامتة إذا صح التعبير، الأغلبية الصامتة الغير متحزبة بقيت صامتة، لم تعبر برأيها، لم تنحاز إلى فئة دون أخرى، لم تذهب لتقترع لجهة محايدة أو لجهة حزبية على خلاف الانتخابات السابقة. نعم. شكرا جزيلا لك سيد مجاهد شاتي، كنت معنا من اسطنبول الصحفي اللبناني.